فنسمع الاستاذ عوض. انا هتعقب على جزئين، الجزء الاول الجزء التنموي، وانا والاستاذ عصام ويمكن عدد من الناس كانوا حاضرين المؤتمر اللي كان في المحافظ وجمعيه رجال الاعمال وهيئه الاستثمار، وكان اجتماع مثمر جدا جدا جدا، والدوله قدمت عطاء كبير، ومن حسن الحظ ان احنا مجتمعين في جمعيه الجنوب والشباك والمنطقه الصناعيه موجوده في الجنوب والشباك، والمحافظ قال الاصدر عايزين نستغل المنتجات المنطقه ونعمل عليها تصنيع. ده كان الفكر الواضح والاجمل الاجمل تجاوب رجال الاعمال المبيعين في الموضوع وموضوع بجديه، وفي حاجات ان شاء الله تمشي بشكل. الجزء الثاني اللي حضرتك بتقول انا عامل سهره مع الدكتور مصطفى، الدكتور مصطفى بيمثلنا كلنا، والجزء اللي تعرفوش ان هو شاعر نوبي ومطربين كتار بيغنوا اغانيه النوبيه وفنان وشاعر وفنان قيمة كبيرة، وإن هو ماسك جمعية التراث مش براءة، لا ده عن استحقاق وعن رضا كامل وتأييد، وكل أهلنا هو بصمه بالعشرة، ربنا يديله الصحة يا رب ويبارك في عمره. طبعا. مين قال لك اللي ما اعرفوش؟ بتوقعني بغلط ليه؟ لا